السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير ومرحبا بكم في القناة تاعي. اليوم كما كنت تشوفوا غادي تشوفوا معايا هذا الملوي ولا المسمن، كل واحد كيفاه يقوله. الملوي تاعنا تاع اليوم ما ياخذش الوقت وبدون عجن ويجي خفيف بزاف، وغادي نديرو بواحد الخلطة سحرية اللي تخليه ورقة على ورقة. ان شاء الله الوصفه غادي تنال الاعجاب تاعكم. ما تنسيش اختي ديري لايك لا فيديو، ولا ما كيش مشتركه ان شاء الله تنضمي للقناه تاعي، وما تنسيش تضغطي على الجرس باش يوصلك دائما جديد. انا ما نطولش عليكم ونخليكم مع الوصفه، وقبل ما نفوتو غادي تشوفوا كيفاه يجي هذا الملوي. شوفوا اول حاجه، شوفوا كيفاه يجي خفيف ان شاء الله. ان شاء الله تجربي اختي وتشوفي كيفاش يجي هذا الملوي. فوالا، هنا غادي نحتاجو الفرينه. عندي هنا 400 غرام فرينه، وعندي هنا السميد الرطب 250 غرام سميد جد ناعم. هادي راني دايره هنا مغرف صغيره خميره الحلويات لا لوفور شيميك. هنا مغرف كبيره تاع السكر، هذه اللي تعطينا باش يجينا لون واحد ويتحمر بيا في الطياب. وعندي هنا نص مغرف صغيره ماشي معمره بزاف خميره الخبز واللي هي لا لوفور بونونجير. وهنا كما تشوفوا درت مغرف صغيره تاع ملح داكور. وهنا لازم البنات نجمعوا ولا نلموا العجينه تاعنا بالماء دافي، كوسوا دايرين الخماره ولا ما دايرينهاش لازم تجمعوا العجينه بالماء دافي. غادي درك نبداو. انا هنا غادي نبدا بسم الله، ندير شويه مع هذه الخماره مع السكر، نخليها غير شويه باش ما تبقاليش هكا محبه. وغادي نجمع، غادي اون فيت غادي غير نجمعوا العجينه وما تنعجنش، خليكم معايا. نبدأ بسم الله. هاني درت شويه ماء للملح باش هكا يدوبلي، ونخلطوا كاع درك المكونات مع بعض. فوالا راني لميتها ما عجنتهاش، كتشوفوا عاد ما باينه بلي ماهاش معجونه، لازم تجي هكا طريه البنات. فوالا ما تجيش قاصحه وما تجيش مرخوفه. فوالا الوغ غادي درك نديرها في الساك بلاستيك ونخليها ترتاح 10 دقائق بابليس ونولي معاكم. هنا البنات درك راني خليتها ارتاحت 10 دقائق وغادي نولو. هنا لازم تخلوها ترتاح غير 10 دقائق لا اكثر ولا اقل، لا خاطرش رانا دايرين لها الخماره، الا ديباسيتو لها في الوقت تاع اللي ترتاح فيه غادي من بعد ما تقدروش تسرحوا العجينه تاعكم تولي تتقطع لكم داكور. هذه كي ما تكونوش دايرين فيها الخماره تاع الخبز خلوها ترتاح ربع سوايع خمس سوايع، تخلوها ترتاح اللي ترتاح وما تخسر لكمش. انا هنا درك غادي ندير نقسمها البنات تحت غير 10 دقائق، شوفوا كيفاه تولي رطبه. هنا غادي نجيب بلا وغادي ندهنه بالزيت، انا هنا الحبه تاوعي ما غاديش نكبرهم.
انا هنا درت الكويرات كما كتشوفوا ما درتهمش كبار كبار، علاش؟ غادي ندير في كل حبه ندير زوج داكوغ، 14 حبه سيتادي غادي تخرج لي 7 حبات. غادي ندهنهم درك بالزيت هكا من الفوق ونغطيهم بالبلاستيك، نخليهم تاني غير 10 دقائق لا اقل ولا اكثر، سينو تخمر لكم لاباط ومن بعد تغبنكم في كي تجو تحلوها. شوفوا المعجن تاعها، شوفوا كيفاه دير هذوك البواقات، راها ما شاء الله. شوفوا دوك غادي نديرو هاد الخلطه السحريه واللي باش يجي مورق وشباب من الداخل. غادي ندير نديرو كميه بتيت كونتيتي هكا تاع لا سومون سميد، فوالا ما تكثروش، غادي باسكو غادي غير ندير باش ندرو. وهنا ندير مغرف كبيره تاع مايزينا، فوالا مغرف كبيره تاع النشا. فوالا هكا نخلطوهم هكا مع بعض. هنا عندي الزبده، ديروا هنا الزبده ولا السمن، فوالا ما ديروش المارغارين. هنا ذوبته ما درت ما نديرو معاه لا زيت لا والو، انا ندير هكا. وهنا عندي الزيت باش نحلو العجينه، الا تحلوها بال خاطرش كاين اللي يديروا الزبده مع الزيت تحلوها ما تنحل لكمش بيان، باسكو الزبده تجبد سورتو معانا انا وقت البرد تجبد، ولا لاباط تولي لكم داك الشغل اللي هو كيجمد ما تنحلش. اوكي باش تحلوها ساهله فاسيل تحلوها بالزيت. انا المهم هذه هي لا ميثود تاعي، كل واحد دير كيما موالفه. بعد ما ارتاحت لي 10 دقائق فوالا، ماذا بكم دائما نبدو بالحبه اللي نديروها الاولى. بسم الله نبدا بالزيت، ندير انا الزيت هكا باش نحلو. غادي نخليها هادي هكا دو كوتي، نخليها على جنب. هنا غادي ندير فوق لهاد الحبة ندير عليها الزبدة، فوالا نطلي هكا وندير عليها رشة تاع هاديك لي درنا لا سومول مع المايزينا ولا السميد مع المايزينا، ونحط عليها الحبة التانية ونجيب الحبة تاوعي هكا. دائما نحل بالزيت. وهنا غادي نولي نحلها هكا، نحلهم درك مع بعض في زوج. هنا بعد ما حليتهم في زوج مع بعض غادي ندري الزبده. نزيد عليها السميد مع المايزينا، حاجه خفيفه ما تكتروش. هنا نولي نلوي بسم الله، ندير رشه دائما خفيفه تاع السميد ولا غير هكا شويه. وغادي البنات نبدا ندير كيما هكا، نجمعوا هاد الاطراف فوالا هكا. جيسبر كو راها ليماج واضحه
الصوره تكون واضحه ليكم هكا. جمعوها كيما الكره فوالا، وهنا نضغطوا هكا بيان فوالا. الو هنا لازم دونك نخلوها ترتاح فوالا، نخليها مع الحبات هادو باش ابخي تجينا سهله في كي نقرصوها. الو انا غادي نكمل كيما درت الحبه الاولى، غادي نكمل كاع معاهم كيما هكا ونرجع معاكم من بعد فوق الطياب. هنا كملت كاع الحبات تاوعي، ودروك غادي نولي الحبه الاولى دائما اللي تخدموها فوالا. بسم الله، وغادي نحلها دروك. دروك درت المقله تاعي تحمى، انا اونفيت هنا الحبه تاوعي ما درتهمش كبار كبار لخاطرش انا ما عنديش طاجين. الوغ كيكون عندكم الطاجين كبير ماذا بكم باش تسهلوا الخدمه على ديوب الحبات. انا ماذا بيا يكون عندي طاجين ديال حبه فريمون كبيره، دونك ندير على حساب المقله اللي عندي. فوالا شوفوا كيفاش تتكرص، كي ترتاح تتكرص فاسيلمون. فوالا ما غاديش نرققها بزاف، هنا غادي نرش غير واحد شويه تاع الزيت في المقله ونحط الحبه تاعي. بسم الله، فوالا وخلوها طيب. تكونوا مجهدين النار قدي تحماكم المقله مليح، ودرك ما نجهدولها ما نقصولها بزاف، ديروها متوسطه النار. شوفوا كي راه دير هذوك البواقات هكا، عرفوا باللي المسمن ولا الملوي تاعكم راه ناجح. فوالا دروك غادي نقلب الحبه تاعي، شوفوا كيف راه ينتفخ. فوالا ما شاء الله راه ناجح. نعاود نقلب، فوالا دقو تقلبو تقلبو حتى لي يطيب لكم، ياخد هذاك اللون هكا تحمار شوية من الفوق، ياخد لون واحد.
فوالا راه طابلي، دوك نقلع الحبه تاعي بسم الله ونكونتيني في الطياب تاع الملوي تاعي. هاكم تشوفوا كيفاش راني طيبه. كي تقلعوا الحبه تاعكم ديروا لها، تبغوا ديروا لها هكا شويه باش ينحل. شوفوا شوفوا كيفاش غيجي ما شاء الله، باش تبقى حبه مورقه ورقه على اختها. فوالا تبغوا ديروا لها هكا، تبغوا تخلوه. فوالا البنات باش ما يعرق لكمش الملوي تاعكم ولا المسمن، ديروا هكا هكا سيغ اون غري فوالا على هذه تاع الفوغ، وحطوه كي تشوفوا شويه تفعلكم حطوا حبه على حبه. فوالا فوالا كان هذا هو الملوي تاعنا تاع اليوم، يجي خفيف ومفشفش من الداخل. ان شاء الله البنات تكون الوصفه نالت الاعجاب تاعكم، ما تنسوش تبارطاجيو لا فيديو في لي ريزو سوسيو، ونتلاقوا ان شاء الله دائما في وصفات اللي يعجبوكم. ونقول لكم تهلاو في رواحكم ودمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.